السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز شات جي بي تي يتعامل مع الصور ويتعامل مع الدوكيومنتس ويتعامل مع الحاجات دي كلها. فبسطها بأداة اسمها شات جي بي تي فايل أبلودر، هقول له أد تو كروم. هتبدأ تضاف عندي هنا، هيضيف لي الإكستنشن ديت بحيث إن أنا أقدر إن أنا أرفع له الملفات بتاعتي. تمام، دلوقتي كل اللي أنا هعمله إن أنا هروح لشات جي بي تي أهو، ولا عندي صمت فايل. فممكن ارفع له صوره واقول له صفها لي، ممكن ارفع له ملف برمجه ايا كانت لغه البرمجه واقول له طلع لي المشاكل الموجوده، ممكن ارفع له ملف بي دي اف واقول له اتعامل لي مع ملف البي دي اف ده وناقشه معايا او لخصه لي او اكتب لي عنه اسئله او هسالك اسئله وجاوبها لي من الملف دوت. فاقول له صمت فايل، هو بيقول لك ان انت تقدر ترفع ملف تكست، تقدر ترفع ملف جافا سكريبت، بايثون، اتش تي ام ال، ملف سي اس اس، جيسون، سي اس في. على سبيل المثال اختار الملف دوت واقول له اوبن ملف تكست. فهو فعلا قرا الملف اهوت، وتقدر ان انت تناقشه في الكلام دوت، هو قراه وترجمه لان هنا انا قايل له ان هو يقرا بالعربي. تمام، فدي اداه كويسه جدا تقدر ان انت ترفع بيها الملفات بتاعتك لشات جي بي تي وتخليه هو يقراها.